سوق الرحبة القديمة وسط مراكش العتيقة، فضاء يضيق بعشرات دكاكين العطارين والعشابين، منهم من يكتفي بتحضير وبيع التوابل والأعشاب فقط، ومنهم من يتجاوز ذلك إلى المتاجرة في مواد أخرى تلقى رواجاً أكبر. في كل أنواع ديال المواد التي تستخدم في السحر وفي علاج كل الأمراض، مثلا تستعملوا بعض ضمن المواد التي تستعملها النساء واللي هي معروفة بزاف، كاين ما يسمى بالشبة، كاين الحرمل، كاين كذلك الفاسوخ، وكاين كذلك الدون، وكاين كذلك ما يسمى حتى بسميتو اللبان، تستعملوا في إبطال مثلا في إبطال العين أو العلاج من السحر أحيانا. كاين اللي أعشاب غير هضرة وكلام، دير هادي، جيب عين الغراب اليسرية، جيب عين موكا، جيب خلط قبت الساكتة والمسكوتة والغالبة والمغلوبة والزعزاع والرعب وحب المشاب وزغيب تقرلو وحب تقري والخويفة والرعيد ومارو وكما تيقولوا العيالات وشعر العدهود اللي تيرد الرجال يهود عند موات النهود. توجهنا صوب أحد العشابين بعد تردد كبير، قبل عبد السلام استقبالنا في متجره، دكان مكدسة أرجاؤه بأصناف مختلفة من الحيوانات الحية والمحنطة وبكميات كبيرة من المواد الغريبة. العرض هنا يستجيب للطلب. وتيجوا نساو الرجال شنو كيطلبوا؟ ناكلوا هذا الشيء. واحد يقول لك بالقبول، ما تيتجه الله سبحانه تيقول لك هو بالقبول، حتى تنصحيه كاع تيقول لك لا. تيطلبوا بزاف الامور، تيبغي راجل يسكت، تيبغي راجل كاين اللي خدام مزيان وما تيدورش مع ولادو، تيمشي يخسر فلوس هي تتعاود تتعاود كادر يخسر، تتقول لك اعطيني شي حاجه، المهم شي بركه باش اسمو. حنا تنسبوا الكاميرا الله سبحانه. وهادشي كتشوف انت ان هادشي شعوذه ولا ماشي شعوذه؟ لا كلشي شعوذه، هادشي شعوذه غير تتجلك تسمى شعوذه. والشعوذه شنو هي؟ هما الكذوب. أقر لنا عبد السلام أن عمله لا يقتصر فقط على بيع لوازم فك السحر وإبطال العين ودفع الحسد، بل يشمل كذلك تحضير الوصفات وإعداد التعويذات والتمائم. تتقول لك أنا ما مقبولش، جاءت الخاطب وقالوا تدينا الأسمو، زاد فحالو جاء الأخر تهوى، تتقول لك لا لا ما دير ليش حاجة انت أسمو باش نتقبل. تنقول لها بسم الله حنا نسبوا بنيتي الكمال الله سبحانه، لا تقولي انا اللي درت لك ولا راه الله سبحانه، وتنديروا لها هذاك الشيء كيبان هذوك العشوب بتسميه ولا اش بدير هكا تبدا السربه ومسلوبه وحب تكري وحب تستعد وحب تباطل، فهمتي؟ وجلد غزال شويه، جلد غزال، جلد ضباع، جلد نمر، جلد ضباع، وجلد نسر، وعلى الرنب شويه نتاع الدربانه راه تقطعت، فقدوا هاد القوم هادو هيا هذيك، وتدير اسمو هادي وتدير شنو نتاع الاسمو، تديرو ليها بحال هكا بحال هادي اللي اسمو وتتهزها مع هادشي اللي عطا الله. وصفاته لا يفيد استعمالها في تغيير حال إلى حال، يعترف التاجر عبد السلام، مبينا أنه لا يملك شيئا أمام تشبت الزبناء بالتمائم واعتقادهم حد اليقين في فعاليتها. إلا نصحتيه ولا ما تقول لك يعطيني، تعطي ما تتعي معاه التواتي، انت ما تعطيه والو هو ما تعطيك والو، تقول لي بسم الله التواتي اللي دو كجيبو انت تقضي بهذاك الغرض اللي دات تتخلصي الماء والضو والمعيشه وداك الشيء، وهذا الشيء اللي عطاه هو راه ما هز والو، هاي الشرك فيلا هذاك الشيء بحال هز الاله انت. على بعد أمتار من دكان عبد السلام يقع متجر الشريف مولاي أحمد. هذا العشاب يؤكد أن ارتفاع الطلب على المواد المستخدمة في السحر والشعوذة لم يغريه، مؤثراً الاكتفاء بالمتاجرة في الأعشاب، وازعه في ذلك ديني محض. كاين الناس اللي كيطلبوا الأعشاب الطبيعية، وفي نفس الوقت كاين الناس اللي كيطلبوا دوك الأعشاب ديال التشعويد، الأعشاب الخاصة بالتشعويد، مثلاً مخ الضباع، فراقش الحمار مثلا، جلد الحنش او التمساح او السبع او بحال هذا الشيء. بحال هذا الشيء هذا انا ما كنحمش نبيعه لانه حرام. والسحر محرم في جميع الشرائع السماويه، لا في اليهوديه ولا في النصرانيه ولا في الاسلام، فالسحر محرم. لا اللي كيقولوا الناس بغاو يجلبوا به مثلا الحب او يعني حدثوا به، سواء اللي كيسميوه الصرف او العطف
او كذا فهذا كله محرم، لانه ما كاينش سواء اللي سواء للإيذاء هذا واضح يعني تقبله العقول، العقول كلها كتتفق بانه اذا كان المقصود به الاذى فهذا محرم، لكن اللي كيشكوا فيه الناس هو لجلب النفع، كيقولوا بانه مثلا بغاو مثلا يعني يكون ذاك التودد بالازواج، وهذا اللي كيسميوه التوالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني التوالى شرك، يعني قال شيء تصنعه النساء يعني يتحببن به الى الازواج. السحر صناعة وتجارة لا جنس ولا عمر لها، ولا اعتبار فيها لا للمستوى الاجتماعي ولا الثقافي. ممارسات عابرة لكل الفئات والطبقات والأوساط، تتغذى على عوامل سوسيو-اقتصادية وثقافية متجذرة، تبقي الفكرة والممارسة متداولين في المجتمع المغربي على نطاق واسع وحتى إشعار آخر.